من اللحظات الساخنة بطبعها واللحظات اللي بتغلو فيها حرارة الاحتفال إلى حرارة الجو التي لا تطاق. النهاردة الجميع يشكو من الحر، الجميع يشكو من عدم قدرته على التعامل. حقيقة الأرصاد كانت أصدرت الكثير من التحذيرات بخصوص النهاردة وبخصوص امبارح. البشرة السارة التي نتمنى أن تكون حقيقية هي أن موجة الحر هتنكسر بكرة، يا رب تنكسر بكرة، ويا رب ما تكونش مقدمة لارتفاعات أخرى في درجة الحرارة. عشنا كلنا طبعا هذه الموجة، لكن احنا كمان حاولنا ان احنا ننقل بعض تفاصيلها من الشارع، ونزلنا للناس اللي كانت مضطرة انها تتعرض للشمس ونقلنا وجهة نظرهم. نشاهد. النهاردة الجو حر طبعا، واحنا بس مصريين طبعا احنا واخدين على الجو ده اصلا. لو درجة الحرارة 50 احنا واخدين على كده اصلا، وبننزل شغلنا برضك وبنشتغل. جو حر النهاردة عن كل الايام كلها بصراحة، جو شمس جدا. الجو النهاردة صعب قوي، الله يعين الناس عليا في الحر، ظروف البلد والحر وكل حاجة يعني. الدنيا حر شوية بس يعني اليومين اللي فاتوا كان في نسمة هوا، وان شاء الله الايام الجاية تبقى كويسة يعني. هما بيقولوا انها تقريبا 44، فاعتقد ان الرطوبه معديه يعني معديه ال 44، والشمس صعبه قوي. والله هو مأثر علينا كمان في الشغل، يعني احنا في الشغل طبعا الجو حر ما بتعرفش تشتغل. الجو يأثر على الواحد لو صحته تعبانه، يعني واحد يكون صحته تعبانه هيأثر عليه. النهارده الجو حر جامد قوي قوي قوي، بس لازم ننزل ونشتغل ونجتهد كده. وكل الناس كل شعب مصر شايل هم رمضان. ما انت شايف حضرتك الجو اللي احنا بننزل دول الخليج دلوقتي، خلاص كنا الاول مثلا كان الجو بقى شويه حر شويه، خلاص درجه الحراره توصل ل 40 او 45، وانت شايف حضرتك الواحد عامل ازاي، مش انا لوحدي، ونسبه الرطوبه عاليه جدا. معنا على التليفون الاستاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه. اهلا وسهلا استاذ وحيد. اهلا بيك يا فندم. اسلم ولا هلم. اول حاجه الملاحظه اللي حضرتك سمعتها اكيد معانا هي فكره ان درجه الحراره كانت 44 بجد ولا كانت اعلى من كده، وايه اللي ساهم في احساس الناس المتزايد بالحر؟ لا لا، هي 44 حضرتك، يعني ما زادتش فعلا عن 44 النهارده على القاهره وعلى المدن الساحليه زي اسكندريه والعريش كده، حوالي 40 41 درجه. هل كان في رطوبه عاليه مثلا او سطوع زايد للشمس؟ لا، الهواء كان جاف جدا، كانت الرطوبه منخفضه، لكن هي بتفرق بقى حضرتك. هي الاخ دوت اللي حاطط كرتونه على دماغه وكده، تفرق تحت اشعه الشمس المباشره. لكن 44 دي في الظل، يعني 44 ايوه. طب حضرتك قول كده 44 في الظل، يعني في الشمس الحارقه دي كانت اكيد لا، بيبقى احساسي بيها لان الهواء ما اتغيرش حضرتك، يعني نفس درجه حراره الهواء اللي انا بقيسها في الظل زي تحت اشعه الشمس المباشره، لكن في فرق بالاحساس. طبعا احساسي بيها طبعا بيبقى اكتر من ال 44 درجه، واخد بال حضرتك، تحت اشعه الشمس. ولذلك ان احنا كان اهم نصيحه قدمناها من خلال البيان اللي احنا اصدرناه، ان احنا بننصح الساده المواطنين بعدم التعرض لاشعه الشمس المباشره، خاصه ما بين وقت الظهر والعصر، الفتره اللي فيها ترتفع درجات الحراره وبتسجل الدرجه الحراره العظمى. لكن الحمد لله احنا بنطمن كل الساده المواطنين من خلال اخر خرائط توزيعات الضغط وصور الاقمار الصناعيه بتشير الى انكسار هذه الموجه غدا باذن الله. ده وعد يا فندم؟ ان شاء الله كل حاجه بتاعت ربنا، بس يعني ان شاء الله الموجه الحاره هتنكسر بكره. هل في يعني حضرتك سمعت حتى ان في تخوفات؟ طبعا احنا داخلين على ايام مفترجه وشهر رمضان وصيام، والناس حاسبه حساب الحر في شهر رمضان. هل في القراءه المبدئيه او التنبؤ السابق بقراءات الطقس بيتكلم عن ان الموجات الحاره دي هترافقنا قد ايه؟ رمضان لسه بعيد جدا، لكن هو شيء طبيعي لما هيجي في نهايات شهر 6 وشهر 7 اللي بتعتبر من اسخن شهور السنه، طبيعي هيبقى الجو حر حضرتك اكتر من كده. ربنا اوسع يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك الاستاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه. الحقيقه كان من اللافت كمان النهارده ان مع طبعا ان مع ارتفاع درجه الطقس طبيعي الناس بتشغل التكييفات، زادت الاحمال، انقطع التيار الكهربائي في الكثير من الاماكن. بعض الناس كانوا بيتكلموا حتى ان تخفيف الأحمال ده ممكن أن يؤدي إذا استمر الأمر إلى ما هو عليه إلى كارثة في المساء. ربنا يستر ويحوش. معانا الأستاذ محمد، دكتور محمد اليماني، وهو المتحدث باسم وزارة الكهرباء. أهلا وسهلا يا دكتور.
مساء الخير يا استاذ منى. مساء النور. اهلا وسهلا. لو تقول لنا حضرتك اولا النهارده كان في انقطاع للتيار الكهربائي بساعات، يعني سكان مدينه نصر على وجه على سبيل المثال انقطع التيار الكهربائي عليهم ساعات طويله، لو تفسر لنا هذا الامر لو سمحت. هو طبيعه الحال انه مع ارتفاعات درجه الحراره وزي ما ذكر يعني المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه، حضرتك عارفه انه مع ارتفاع درجه الحراره بيحصل زياده في الاستخدامات، زياده في تشغيل اجهزه التكييف، ايضا هناك تاثيرات سلبيه لدرجه الحراره العاليه على كفاءه محطات توليد الكهرباء، على منظومه نقل الغاز لهذه المحطات، وبالتالي بنضطر ان احنا نعمل انقطاعات او تخفيفات للاحمال اضطراريا، طبعا بنعتذر لاهلنا في كل المحافظات عليها، لكن ده حفاظ على الشبكه، ولان احنا في يعني العمليه يعني مواردنا الى حد ما بنشتغل باقصى ما هو متاح. طيب يا فندم، لكن كان في ساعات طويله يعني احيانا بيصل النهارده وصل لساعات طويله، يعني اربع ساعات مثلا في مدينه نصر. ما هو السبب؟ بالفعل احنا بنشتغل بكميات الوقود المتاحه من وزاره البترول والثروه المعدنيه من غاز ومازوت وسولار، وفي نفس الوقت بنقول انه كل شركات التوزيع التسعه اللي بتغطي كل المحافظات الجمهوريه بتعمل جداول وتقسيمات جغرافيه للمناطق، انه كل منطقه يتقطع عنها ساعه تقريبا ويتم الترحيل على المنطقه الثانيه تباعا، لكن برضه من خلال برنامج حضرتك بنقول انه من ضمن الحلول العاجله في ايدينا هو ان احنا نتعاون معا ل يعني نشر. حضرتك بتتكلم عن ساعه او ساعتين، احنا بنتكلم عن اربع ساعات في بعض المناطق. مظبوط مظبوط، ما انا بقول لحضرتك احنا بس كل يعني النهارده عندي اكثر من 8 مليون جهاز تكييف، لو كل واحد بس ضبط درجه حراره التكييف على 25 درجه بدل 18 و20 هيبقى كويس، لو سخانات الكهرباء اللي شغاله 24 ساعه يا ريت ناجلها او يعني نخفف لما نشوف. احنا عندنا بعض الفضائيات الحقيقه بتنشر الساعه اللي هي خاصه بالاحمال وبتنبه بها لما بيكون المؤشر على الاحمر، معناه اي حد فينا يقدر يوفر للشبكه ان شاء الله 50 واط هتعمل مع 30 مليون مشترك ما قوامه يعني محطه توليد كبيره، فده هيوفر علينا. فاحنا في ايدينا بالفعل ناجل استخدامات بعض الاجهزه، نخفف بعض الاجهزه عن الشبكه، فده لا شك انه من ضمن الحلول العاجله. طيب فندم انا عايزه اسال برضو هنا، يعني الرعب الاكبر دلوقتي عن معظم سكان بالذات العمارات العاليه هو ان النور يتقطع وفي اطفال مثلا او في اي حد في الاسانسير في المصاعد. هل انتوا المفروض تماما؟ طيب ايه ال احنا شغالين بنقول في اكثر من اتجاه، انا زي عنده وعدنا ان شاء الله في 2400 ميجا وات هيضافوا قدرات اضافيه للشبكه، فتحنا الباب للعدسات الكوديه الناس اللي بتاخد وصلات وبتشكل عبء على الشبكه دون ان تسدد قيمتها، فتحنا الباب للعدسات الكوديه. عندنا ايضا ملفات، ولكن ملفات الحكومه قد تستغرق وقت وتحتاج لموارد. هل من ضمن الحلول زي ما دعا البعض اعلان توقيت محدد لانقطاع التيار الكهربائي عشان خاطر الناس بالذات اللي في المصاعد او الناس اللي عندها اشياء ممكن تؤثر على صحتها، بتستخدم اي اشياء لها علاقه باجهزه طبيه تقدر انها تظبط حياتها؟ ده كلام مظبوط. احنا الحقيقه بقول لحضرتك الجدوله موجوده في شركات الكهرباء، لكن هناك تنسيق ايضا لانه تحديد انقطاع الكهرباء في منطقه ما قد يكون له ابعاد امنيه سلبيا، يعني تكون لها اضرار كثيره، لكن احنا بنقول بنخطر فعلا، بنعمل نشرات يوميه بنقول حللنا الاقصى قد ايه، بنقول التخفيف قد ايه، هناك الساعه اللي بتتناقلها الفضائيات اللي بتنبئ ان احنا يجب التخفيف الان، هناك ايضا بنقول يعني دائما بنتاكد على انه في ايدينا ان احنا نتعاون ونرشد الكهرباء ونقلل الاستخدامات في هذا التوقيت، لان ده هيساعدنا ان احنا نعمل حلول عاجله قبل تنفيذ الحلول الاجله. شكرا جزيلا للدكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزاره الكهرباء، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.